بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 1992، يقدم جناب الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. واحد بيسأل بيقول ما هو الفرق بين الحياة والموت؟ ما هو الفرق بين الحياة والموت؟ الأول أتكلم عن الموت. يمكن البعض يفكر أو يظن إن الموت ده لما الإنسان بيموت ويحطوه في صندوق ويروحوا يدفنوه يبقى فلان إيه؟ مات. لا، فاكر الآية اللي مرت علينا في سفر الرؤيا وإحنا بندرس يوم الحد، بيقول لك اسم أنك حي وأنت إيه؟ وأنت ميت. في ناس عايشين أموات، مرة اتكلمنا في وعظة وقلنا بعنوان أحياء أموات. أحياء إيه؟ أموات، يعني بالبلدي واحد ميت بالحياة، ميت إيه؟ بالحياة. فالموت ممكن نقول إن في نوعين منه أو موتين، موت أول وموت إيه؟ تاني. إيه الموت الأول؟ الموت الأول هو الإنسان اللي عايش في الخطية في العالم، ده الإنسان المسيحي اللي عايش في الخطية، أو الإنسان اللي رفض الإيمان بالمسيح. فالإنسان اللي عايش في الخطية يقول إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا، إنسان مسيحي عايش في الخطية فميت، أو إنسان رفض الإيمان بالمسيح يسوع، من يؤمن بالابن فله إيه؟ حياة، ومن لم يؤمن بالابن فليست له إيه؟ يعني مش مؤمن، يعني إيه؟ يعني ميت، يعني ميت. ففي ناس عايشين هنا أموات، والجسد اللي ماشيين بيه ده نعش ماشي على الأرض، سواء كان إنسان غير مؤمن أو إنسان عايش في الخطيئة، عايش في الخطيئة. يعني ياما ناس منحرفين وبيضيعوا القرش وأهاليهم يقولوا موتهم أحسن من عيشتهم، موتهم أحسن من عيشتهم. كنا بنتكلم على واحد من 3-4 أيام كده، واحد عايش حاطط الإزازة جنب السرير بتاعه، ولا بيشتغل ولا ليهم مورد. كان واحد واقف بيقول لي ده بيأكل الرز بالسبرتو الأحمر، الرز. فكان التعليق إيه؟ التعليق إن موته أحسن من عيشته، موته أحسن، ده حيوفر. فده الموت الأولاني، موت الخطية، إنسان ميت وهو ماشي على رجليه. ونتانة الخطية فايحة منه وهو ماشي على الأرض، ده الموت الأولاني. أمال الموت الثاني؟ بيقول طوبى لمن لم يؤذه الموت الثاني. الموت الثاني اللي هو لما الإنسان حيحاسب قدام الديان العادل، حيلقى في جهنم النار الأبدية، يبقى ده الموت الأبدي. الموت إيه؟ الأبدي، أدي الموت. ففي موت هنا وفي موت أبدي للنهاية هناك في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. طب وإيه معنى الحياة؟ برضو البعض بيظن إن الحياة هنا، ويقول لك أحسن مستقبلي، أنا عايز أدور على حياتي، عايز أدور على مستقبلي، أسافر أروح آجي أعمل أسوي، وبيحصر الحياة في اليومين اللي عايشينهم هنا. لا، الحياة أولا ما هياش حياة الجسد ولا لقمة العيش اللي بناكلها ولا يومين الغربة اللي عايشهم الإنسان على الأرض. لا،
الحياة هي عطية العطايا اللي ادهلنا رب المجد يسوع. أما أنا فقد جئت لتكون لهم إيه؟ حياة. يعني الفرق بين رب المجد يسوع وبين كل الأنبياء، كل الأنبياء جم ودونا رسائل كلام كلام، أما رب المجد يسوع فجه عشان يعطي الإنسان حياة. فمين اللي ممكن أقول عليه حي؟ هل غير المؤمن أقول عليه حي؟ لا. هل المسيح الخاطئ العايش في عمق الخطية أقول عليه حي؟ لا، ده ميت. يبقى الإنسان الحي واللي عايش عربون الحياة هو المؤمن بيسوع المسيح واللي عايش الوصية، فإنسان حي. قام إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. أقامنا معه، بنقول في الطقس أو سر المعمودية إن لما بندفن معاه على شبه موته بنقوم معاه. المعمودية قيامة، أقامنا معه، بناخد حياة، ننال حياة. الحياة دي هي الحياة الأبدية في المسيح يسوع. بيعطينا حياة عربون لأبدية لا تنتهي في المجد هناك. فاللي نال حياة واللي جاهد عشان يتمسك بالحياة، بيقول جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي دعيت إليها أيضا، بيجاهد عشان يمسك بالحياة، بيدخل هناك إلى كورة إيه؟ الأحياء، ويعيش أبدية ملهاش نهاية. فلو قلنا إيه الفرق بين الموت والحياة؟ فرق بين الأرض والسماء، فرق بين الجسد وبين الروح، بين الجسد وبين الروح، فرق بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن. الإنسان اللي نال عطية من المخلص يسوع المسيح والإنسان اللي رفض العطية بتاعة يسوع المسيح. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي من أجل كل اللي طالبين الصلاة. وأنا مبسوط جدا من اللي باعت أو اللي بعته، وهي غالبا واحدة بنت تلميذة كتبة: يا سلام، أنا بشكرك من أجل محبتك وشعورك الطيب. كتبة أسماء البنات مسيحيين وغير مسيحيين، نصلي لهم. بيقول: أذكر يا رب نجاح عزة محمد وليلى رفائيل وعفاف فهمي ورشا وجيهان رمضان وسيدة وإيمان وسوسو وربعة ونجلة وهالة ورانيا وعلا وميري وهناء فتاح ومريم جرجس ومريم مروة وغادة وزينب ورضا ونادية. نرجو من الله، بتقول يعني نجحهم في الملحق. أمين أمين. عيشي بالمحبة يا بنتي، وربنا يزودك في المحبة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم بنعمة ربنا عن عقيدتنا المسيحية، وقلنا إن عقيدتنا المسيحية هي العقيدة الوحيدة من بدء وإلى نهاية الأجيال، وقلنا إنها قائمة على الإيمان بالمسيح، قلنا هي عقيدة الخلاص، عقيدة الصليب، عقيدة الحرية، عقيدة القوة، عقيدة المحبة، وبنقول إن هي عقيدة الانتصار. وقلنا إن مسيحيتنا هي عقيدة الانتصار، قلنا أولا لأن الرب هو إيه؟ قائدنا. الرب إيه؟ قائدنا. مدام انتصار وهزيمة يبقى في حرب، في حرب، والحرب دي ليها قيادة، فقلنا الرب إيه؟ قائدنا. ونمرة اتنين قلنا وعده يسندنا. وعده إيه؟ يسندنا. ونمرة تلاتة اللي ابتدينا نتكلم فيها المرة اللي فاتت، اللي هو ايه؟
يعيننا ويشددنا، اللي سميناها ايه؟ الامداد والتموين بتاع الجيش. الامداد والتموين هو يعيننا ويشددنا. فقلنا اولا يعطي معونة، وثانيا يعطي قوة. ده الكلام اللي اتكلمنا عليه. نحاول نكمل كلامنا عن عقيدة الانتصار. هو يعيننا ويشددنا. أصل احنا ماشيين في مشوارنا، ربنا مش سايبنا نحارب لوحدينا، لا، ده هو معانا وبيحارب عننا وبيدينا معونة ويدينا قوة. وقلنا هيئة الإمداد والتموين السماوي لا تغلق، لكن على الدوام الرب يعطي معونة ويعطي إيه؟ ويعطي قوة. ونقول نمرة ثلاثة، ينقذ وينجي. ينقذ وينجي. شوف المرنم في المزمور، مزمور 37 عدد 40، يقول ويعينهم الرب وينجيهم، ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به. احتموا به. أصلك يا نصراني ليك حماية سماوية. لو كل قوات الأرض اجتمعت ضدك وعليك، الرب وعد يعينه الرب وينجيهم، يعينهم الرب وينجيهم، ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به. لأنهم احتموا ايه؟ احتموا به. ممكن تتظلم في العالم، لكن ما تخافش. ما تخافش، لأن إلهك عينه على المظلوم، ينصف المظلوم، يظهر حقك مثل الظهيرة، لأن هو اللي وعد كده. المرنم مرة بيرنم ويقول منجية من أعدائي. منجية يعني أنت اللي بتنجيني. منجية من أعدائي، رافعي أيضا فوق القائمين علي. يعني الناس قايمين علي، هيجين مقومين علي حرب، يرفعني فوق منهم. شوفوا الكلام الحلو، منجية من ايه؟ من أعدائي، رافعي أيضا، يعني لرفعني، رافعي أيضا فوق القائمين علي. وبعدين يقول من الرجل الظالم تنقذني. انت مضطهد، الرب وعد انه ينقذك، يرسل لك معونة، وهيئة الامداد والتموين شغالة تملي ليل مع نهار. من الرجل الظالم تنقذني، من الرجل الظالم تنقذني. فربنا ما بيسيبش اولاده اطلاقا، يحامي عننا تملي. ان الرب ادى وعد زمان لبني اسرائيل، وبني اسرائيل راحوا لحالهم، وبقينا احنا اسرائيل الجديد، واحنا اللي وارثين المواعيد والعهود والاشتراع، احنا الورثة بتوع البركة والخلاص. فهو قال لبني اسرائيل زمان، قال كطيور مرفة هكذا يحامي رب الجنود عن اورشليم. كطيور مرفة، عارف الطير اللي ينزل يرف كده، اولا ممكن يحمل اولاده على جناحته اللي بيعلمهم الطيران، او الطير اللي يجري عشان يحارب عن ولاده او فراخه من اي عدو. المهم كطيور مرفة يحامي رب الجنود عن اورشليم. شوف يقول ايه؟ يحامي فينقذ، يعفو فينجي. احنا لينا محامي، لينا محامي يطلع قضيتك للنصرة، ينصفك من المظلوم، يطلع الحكم لصالحك، لانك انت ليك حماية ربانية. يحامي فينقذ، يعفو فينجي. ادي رب المجد يسوع ينقذ
وينجي. ده مش بس كده، ده بيبعت ملائكته تحارب عننا. بيقول ملاك الرب حل حول ايه؟ حول خائفيه وينجيهم. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. وفي أشعياء 63 يقول كلمتين حلوين، إنه هو مش سيبنا لكن قلبه علينا ومشاعره معانا. وزي ما بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. ملاك حضرته ايه؟ خلصهم. شوف الكلام الحلو اللي بيقوله، بيقول بمحبته. ده بيتكلم على الشعب القديم، لكن احنا قلنا ورثنا المواعيد دي. بمحبته ورأفته فكهم، حررهم، فك القوت، فكهم ورفعهم، قومهم وحملهم. شوف يا سلام، فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. ومرة تانية يقول إلى الشيبة أنا هو وإلى الشيخوخة أنا أحمل. إلى الشيبة يعني لغاية ما شعرك يشيب. أنا هو يعني أنا اللي وعدت وأنا صادق في وعودي. وإلى الشيخوخة أنا أحمل، حشيلك على إيدي، على الأيدي تحملون وعلى الركبتين إيه؟ تدللون. طوباك يا نصراني، اتمتع بالمواعيد وما تخليش الخطية تحرمك من بركات المواعيد. قل له رب انت وعدت انك تنجيني، وانت وعدت انك تقف جنبي، وانت وعدت انك تنصفني وتنصرني على اعدائي من الشياطين وكل قوات الشر. انا عايزك تتمم وعدك، تهيئني انا لقبول الوعد وللتمتع ببركات المواعيد. نمرة 3 ينقذ وينجي. قلنا نمرة 1 يعطي ايه؟ معونة. ونمرة 2 يعطي ايه؟ قوة. ونمرة 3 ينقذ وينجي. اوعى تخاف، اوعى تخاف من اي شيء، لان ربنا وعد بالنجاة، وعدك بالانقاذ. الله اللي معانا واللي ماشي معانا خطوة خطوة واللي سهران علينا لا يمكن يسمح ان عصى الاشرار تستقر على رؤوس الصديقين، لكن بمظلة محبته يظلل على اولاده وبناته ويحميهم من شر النهار، من حر النهار. احنا نشكر ربنا من كل القلب اللي بيمتعنا بالوعد المبارك، بيمتعنا بالحماية والعناية والرعاية، واللي ماشي معانا راعي صالح وأمين، واللي قال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح. ينقذ وإيه؟ وينجي. ينقذ وينجي. نمرة 4 معونة القديسين. في ناس ما بتعترفش بالكلام ده ويقول لك كلنا قديسين ولا ليهم معونة ولا قوة ولا شفاعة ولا الحاجات دي، وكأنهم ماتوا راحوا لحالهم يعني. لا، احنا نؤمن ان الهنا اله ايه؟ احياء، اله احياء. على رأي كنا بنتكلم قدام عمل عجيب للبابا كرولوس خلال الايام دي، البابا كرولوس بيكرز اكتر من اي واحد عايش على الارض دلوقتي، يعني لانه هو حي عند ربنا. انسانة غير مسيحية وفي بلد بعيدة عن مصر، خارج مصر يعني، قعد يكلمها ويترألها في الرؤية سنتين لغاية ما امنت بايه؟ بالمسيح، واعتمدت على اسم الرب يسوع المسيح. ايه ده؟ يبقى البابا كرولوس ميت؟ ميت؟ لا. ففي ناس واقفين قالوا احنا مرة طلبنا البابا كرولوس
وقلنا له النهاردة لازم تعمل حاجة ولازم تتصرف، تصلي وتجيب لنا رد. وقالوا في نفس اليوم الرب استجاب طلبتنا. فين معونة القديسين في الكتاب؟ طب المرنم في المزمور اللي بيقول أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. إيه الجبال دي؟ كل التفاسير بتقول إن الجبال من ضمن التفاسير بتاعتها أرواح القديسين. أرواح القديسين، أرفع عيني إلى الجبال، ده مرة تاني في المزمور، مزمور 125 بيقول إيه؟ أورشليم الجبال حولها. أورشليم يعني الكنيسة والقديسين حواليها. أورشليم يعني أنا والقديسين حواليا. أورشليم يعني بيتك والقديسين حواليهم حواليهم. أورشليم الجبال إيه؟ الجبال حولها حولها. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي. أنبا شنودة رئيس المتوحدين صلي عني. أقول يا أبويا مريمين صلي عني. يا أبويا القديس البابا الأنبا أنطونيوس صلي عني. يا أبويا فلان صلي عني. وأشوف العجب، أصل مسيحيتنا ما هياش لا كلام ولا عقلانية. وقلت بالعقل هنتحرم من بركات كبيرة، وأكبر بركة بيتحرم منها العقلاني هو الإيمان بسر التجسد وبيضيع خلاص. والبركات التانية اللي بيتحرم منها العقلاني يعني غير الأرثوذكسي يقول لك بقى معقول العيش والخمرة بيتحول لجسد ودم؟ يا أخي هو ربنا قال كده، هو ربنا قال كده. أنا مستني منك مذكرة تفسيرية قال خذوا كلوا هذا هو جسد. لو مسك حجر رب المجد يسوع وقال خذ كل ده جسد، أقول له لا ده حجر أنت مش واخد بالك يا رب، أقول له كده؟ أهو الناس العقلانين بيقولوا كده، بقى معقول إن ده يتحول لجسد؟ يا أخي مالك وما تسيب عقلك، حمار إبراهيم سيبه تحت واطلع فوق جبل الإيمان، جبل الإيمان عشان ربنا يدي لك نعمة شفاعة القديسين. لا وعد أحكي على بركات القديسين. احنا كتبنا مرة كذا حكاية في الكتيب بتاع عجيبة هي أعمالك، كتاب الصغير ده عجيبة هي أعمالك عبارة عن معجزات من فم أصحابها، وفي معجزات أنا عصرتها بنفسي مع أصحابها، عصرتها بنفسي مع أصحابها. يعني يمكن حكيت لكم مرة عن واحدة، الواحدة دي عيت مرض خطير وجابوها هنا وقعدت تتعالج، جابوها من بلدها البعيدة، وأثناء العلاج تعبت جدا ودخلت في غيبوبة، فقالوا روحوها بلدها. والست دي كانت بتحب العذراء جدا، تحب العذراء، وكانت بتاعة صلاة ممكن تقعد 3 ساعات 4 ساعات رفع ايديها تصلي، مع انها انسانة بسيطة لا تقرأ ولا تكتب. روحوها البلد على اساس انها ميتة خلاص. قعدت شهر في الغيبوبة، وفي صبحية لقوها نازلة وعمالة تقول صباح الخير يا فلان، صباح الخير يا علان. ايه؟ قالت العذراء مريم جت لي بالليل ومسكتني من ايدي ونزلتني. نقول ما فيش قديسين؟ نقول ما فيش معجزات؟ لا، في شفاعة القديسين، معونة القديسين. عشان كده بنطلب شفاعتهم ومعونتهم وقوتهم وبركتهم ونقول لهم صلوا عني. ده مرة واحد من الآباء بيحكي، إن كان هو أو غيره بيحكي، بيقول وأنا بصلي في المجمع وبعدين ابتديت أقول العذراء القديسة الطاهرة مريم، لقيت قدامي صورة العذراء، يوحنا المعمدان لقيت يوحنا المعمدان، ماري مرقص لقيت ماري مرقص، كل ما أذكر اسم القديس ألاقي الصورة قدامي قدامي، لغاية ما لقيت نفسي في محفى القديسين. محفى أدي الكنيسة اللي بنصلي فيها، وأدي المذبح اللي بنصلي فيه، شفاعة إيه؟ القديسين أو معونة القديسين. نمرة 5 من الإمداد والتموين السماوي اللي بيموني ويعني ويساعدني وأنا ماشي في طريق محارباتي الرهيبة. فاكر الترنيمة
اللي بتقول قل له ده السكة صعبة، عمال طالع ونازل، مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل، لكن قل له إني مسنود وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. قل له إني منتصر، إني فايز على الحسود على العدو. نمرة 5، سلاح الله الكامل. لما بعتنا هنا عشان نحارب ما سبناش لوحدينا، كلمنا كتير عن السلاح. قلنا سلاحنا ما هوش سيف ولا بندقية، لا، سلاحنا أولا محبتنا، المحبة، المحبة. أما سلاح الله الكامل اللي سلحنا بيه وإحنا ماشيين، فقال يا ابني وانت ماشي عشان تقدر تثبت ضد مكايد إبليس وتقدر تقاوم في اليوم الشرير، لازم تلبس سلاح الله الكامل. إيه سلاح الله الكامل؟ بيقولوا في أفسس 6، بيقول ممنطقين أحقاءكم بالحق، يعني شد وسطك بالمسيح، لابسين درع البر، هو بري، الرب برنا، لابسين درع البر، حذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، يعني حاملين رسالة وكلمة بشارة، حاملين فوق الكل ترس الإيمان. ترس الإيمان في إيد الشمال، ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وبعدين في الإيد اليمين سيف إيه؟ الروح الذي هو إيه؟ كلمة الله. وبعدين مصلين في كل حين، وبالسلاح ده نغلب ولا يمكن ننهزم إطلاقا، لا يمكن نهزم. يا سلام، هات أقوى إنسان في الوجود، أقوى إنسان هتلاقيه يتغلب في يوم من الأيام من إنسان تاني. مصورين في الجورنال مش عارف النهاردة ولا امبارح، يقول لك أقوى رجل في العالم، أقوى رجل إيه في العالم، بيشيل حديد ولا بيعمل إيه؟ بعد شوية هتلاقي كحكح ومش قادر يمشي، اسندني يا ابني، اسندني يا ابني، أدي قوة العالم، قوة العالم. لكن هات إنسان مسلح بالسلاح السماوي، يقول إن كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما بعد يوم. أممكن أتسند على عكاز، وممكن أقول يا ابني اسندني، لكن من جوا إيه؟ شباب على طول. ده احنا مش بنغني، لا، شباب على طول، شباب روحاني، شباب روحاني. إن كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما بعد يوم. ده سلاح الله الكامل، لأنه الإنسان مسلح، مسلح. هات إنسان مسلح بسيف الروح الذي هو كلمة الله. يجي الشيطان يحاربه بالشكوك، يقول له المسيح مش ربنا، التلفزيون بيقول، الجورنال بيقول، كتب مالية الدنيا بتقول، عيسى نبي، مش عارف ايه. تلاقي من جوه سلاح الله الكامل، أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. تلاقي السهام ترتد إلى صدر العدو، والسيف يموت الشياطين ويموت الموت اللي بيهاجم أولاد الله. سلاح الله الكامل، ترس الإيمان، ترس الإيمان. الشيطان يحارب، يحارب بمحاربات عديدة عديدة، ويشككك وانت ماشي، أما تقع في ضيقة يقول لك ربنا سابك، ده هينتقم منك، ده هيعمل ويسوي. لكن تلاقي ترس الإيمان يقول لك أنا بحبك على طول، محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. تلاقي ترس الإيمان بيقول لك ما تبصش للنهاردة ولا تبصش للضيقة اللي انت فيها النهاردة، لكن بص لامبارح مع النهاردة مع بكرة، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ترجى وتطلع إلى الشمس خلف الغيمة. أوعى تعيش في الضيقة، أوعى تعيش في التجربة، لكن بالرجاء المبارك يعطيك الرب نعمة ترتفع فوق التجربة وتعبر بالإيمان إلى رحب لا حصر فيه، لا حصر فيه. رجاء مبارك، إلهنا عجيب، سلاح كامل، سلاح كامل. أقول لك المحبة،
أقوى سلاح في الوجود. يقول المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تغمرها أو لا تطفئها، والسيول لا تغمرها، محبة قوية كالموت. هل ممكن إنسان يغلب الموت؟ حد شيء يقدر يغلب الموت؟ هيغلبه ربنا بعدين، آخر عدو يبطل هو الموت. إن كان حد يقدر يغلب الموت يقدر يغلب المحبة. فهات إنسان نصراني كده مليان بالمحبة، ما في شيء يغلبه في الدنيا، لا شطان ولا قوات الشر ولا العالم ولا كله. لما كانوا بيعذبوا الشهداء والقديسين لأنهم مليانين محبة ربنا ومحبة للناس، كانوا بيحتملوا بعجب بعجب ولا قدروا يغلبوا حد فيهم، لكن عاشوا النصرة النصرة من أجل الحب الكامل اللي في قلوبهم. فيش خوف، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى إيه؟ إلى خارج، إلى خارج. سلاح الله الكامل، سلاح الله الكامل. هل يا ترى لابس درع البر؟ درع البر يعني الرب هو برك، مش بتقول أنا بصوم وأنا بصلي وأنا بحسن وأنا بتصدق، ده برك أنت ما ينجكش، ده أوراق التين اللي ممكن تنشف. درع البر هو أن الابن المبارك مات عنا وأعطانا حياة، هو اللي فتح قدامنا الباب ودخل كسابق لأجلنا، وإحنا فيه خلصنا وإحنا فيه نجونا، هو اللي كسر الفخ وإحنا نجونا، هو اللي قبل الموت وإحنا نلنا حياة، هو اللي مات على الصليب وأعطى لكل من يتبع ويؤمن به حياة. الرب برنا، درع البر، درع البر. إن يا رب أنا مهما عملت مليش بأعمالي خلاص، ده أنت خلصتني مجانا وأكملت ناموسك عني، وعلى الخشب قلت قد أكمل. أنا مش متكل على شيء عندي يا رب، لكن الدرع اللي أنا لابسه هو برك أنت، عملك أنت، صومك أنت، تعبك أنت، تجسدك أنت. أنا مش متكل على شيء عندي يا رب. أوعى تتكل على شيء في غربتك. المسيح هو اللي فتح الباب، هو اللي وقف في الثغرة، هو اللي جلب إلينا رضا الآب، رضا الآب. الله لا يرضى عن عمل إنسان، كل أعمال برنا كخرقة إيه؟ الحائط، زي ما قلنا قبل كده، كل أعمال برنا، لكن الرب هو برنا. الابن المبارك مصلين كل حين من ضمن سلاح الله الكامل، مصلين بالصلاة تقدر تعبر كل ضيقة بنجاح، تمر من كل تجربة بنجاح، تقدر تهزم التجارب الشيطانية، المحاربات الشيطانية. بالصلاة يكون ليك سلام، يكون ليك راحة قلبية. بالصلاة الرجاء يتجدد في قلوبنا. مصلين في كل حين أو بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. ده من ضمن سلاح الله الكامل، إن احنا نعيش حياة الصلاة. وزي ما بيقول المرنم في المزمور: أما أنا إيه؟ فصلاة. أما أنا فصلاة. آخر حاجة في سر نصرتنا واللي هي عنوان الانتصار أو مجمل الانتصار أو سر الانتصار، إيه هو؟ إن الرب أعطانا ذاته ليحيا فينا بالإيمان. لما قال معلمنا الرسول بولس: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيني، وقال لي يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وقال عن الأسد الخارج من سبط يهوذا: خرج غالبا ولكي إيه؟ ولكي يغلب. خرج غالبا، ده هو غلب، ولكي يغلب في قديسيه، لما قال ثقوا أنا قد غلبت إيه؟
أنا قد غلبت العالم. أتاري إن كنت عايز أعيش حياة النصرة لابد أدي الرب فرصة يعيش في قلبي، لأنه هو سر الانتصار. لابد أسكنه في قلبي يلاقي راحته جوايا. طب وإيه اللي يزعجه جوايا؟ خطاياي. أي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال الشيطان. مش ممكن المسيح يرتاح في قلب مليان خطايا أو قلب فيه شيطان. فيبقى أنا عايز فرصة أسكن المسيح في قلبي. لما جه للعالم بيقول عنه المكتوب لم يكن له أين يسند رأسه، وما جاش عشان يسند رأسه في العالم في الأرض، يعني نام زي ما احنا بننام على سرير ولا على تراب ولا بتاع، لا، ولا يسكن في بيوت من طوب وطين، لا، جه عشان يسند رأسه فين؟ فقلبك. عشان كده قال يا ابني اعطني ايه؟ قلبك، اعطني قلبك. ويفضل واقف على باب الانسان عشان يدخل. طب عايز يا رب؟ عايز ترتاح؟ ممكن يقول اتعبتموني بخطاياكم، لكن يا ابني ده الغرض، اني انا اريحك، اني انا اريحك، اشيل الشيلة عنك، احارب حربك، أمتعك بالانتصار، أمتعك بالانتصار. ولما الرب يسكن في القلب، شوف مرة المرنم قال لأني بك اقتحمت جيشا، وبإلهي تصورت أسوارا. لأني بك اقتحمت جيشا، بك يعني انت ساكن فين؟ بيك. انا ليك وانت ليا، لاني بك اقتحمت جيشا. شوف، ممكن عينك تشوف واحد يفوت في جيش، مش معقول ده، لو ما ضربوش اول عسكري هيضربوا التاني. امال امتى الواحد يفوت في جيش ويعبر كده زي الشعره من العجين؟ جيش من الشياطين، جيش من اعوان الشياطين، كل قوات العالم. لأني بك اقتحمت ايه؟ جيش. يا سلام، امسك ايدي يا رب، امسك ايدي وقدني، لأنك انت الغالب والمنتصر، هتمشيني في طريق الغلبة والانتصار. لأني بك اقتحمت جيشا، وبإلهي تصورت أسوارا. بإلهي تصورت أسوارا، يعني بإلهي مش بقالي سور واحد يحميني، لا، ده سور واثنين وثلاثة، وما تعدش. خلي العدو يهود، يقول يسقط عن جانبك ايه؟ ألف، أو عن شمالك، وربوات عن يمينك، وإليك لا يقرب. وإليك ايه؟ لا يقرب. إليك لا يقرب، يعني العدو لا يقرب. ليه؟ لأن في أسوار، في أسوار. طب والأسوار دي من طوب وطين؟ أنا عايز الشاطر بقى يعرف الأسوار دي من طوب وطين، أمال الأسوار دي من إيه؟ من إيه؟ خدنا وعظة اسمها إيه؟ سور النار. لأن لينا وعد من الله يقول وأنا أكون من حولها سور نار. بإلهي تصورت إيه؟ أسوارا. شوف بقى، لما جيش يجي حوالين الموقع بتاعه، ويجي يروح عامل خط كده ويملاه بنزين ولا حاجة بتولع، وروح مولع الدايرة دي كلها، ويبعد كده 2-3 كيلو وروح مولع دايرة كبيرة، ويبعد شوية وروح مولع دايرة كبيرة، ده أنهي جيش هيجي خط النيران دي؟ لأني بك اقتحمت إيه؟ جيشا، وبإلهي تصورت إيه؟ أسوار. يا سلام يا نصراني، أنت حواليك مش سور واحد، أسوار من نار، وشعر من رؤوسكم إيه؟ لا تسقط. أمال هي دي وعود كده؟ كلام. ولما قلت شعر من رؤوسكم لا تسقط، أوعى تهتم بالجسد قوي وتقول محدش يقدر يضربني ألم، ولا حد مش عارف يقدر يعمل، لا،
ده بيتكلم عن الروح، عن الروح، ان الشيطان ما يقدرش يغلبه، ما يقدرش يسقطه، وحتوصل الى الحياة الابدية بامان، بامان. شعر من رؤوسكم لا تسقط، اعطانا ذاته واعطانا جسد ودمه، جسد ودمه يعطى عنا ايه؟ خلاصا نغلب في الحرب، يعطى عنا خلاصا ويثبتنا فيه، وغفرانا للخطايا، وحياة أبدية لمن يتناول إيه منه. في أعظم من ده سر، أعظم من ده سر، إن ربنا أعطانا ذاته ده بالإيمان يحل فينا، وأعطانا جسد ودمه بالعيان. من يأكلني يحيا إيه؟ يحيا بي. لو الشيطان قطع فيك حتك أنت حي في المسيح، حي بالجسد والدم. مهما يحارب ومهما الخطيئة تحارب، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا، وحياة أبدية لمن يتناول منه. والعطية دي كل يوم قائمة على المذبح، عما نعيل القائم على المذبح. يا سلام، دعوة مجانية لكل إنسان، لكل نفس مسيحية، تعالوا خذوا الدواء، خذوا الدواء، العلاج، الفيتامين السماوي الغافر للخطايا، المخلص، المقوي، المشدد. نتوب ونعترف ونتناول، ناخذ قوة، ناخذ قوة، ناخذ دفعة، دفعة. المناولة بتخلي الإنسان قبل منها يحترس وبعد منها يحترس، فبتكون قوة مانعة للخطية، مانعة للخطية، تخليش الإنسان يتجرأ للخطية. حاجة تاني، أعطانا كلمته، أعطانا كلمته، كلمته سراج، سراج لرجل إيه؟ كلامه، ما يخلينيش أزل ولا أع ولا يجي ناس يضحكوا علي وأعوني في خطية، لا، أبقى فاهم كلمة ربنا، فاهم كلمة إيه؟ كلمة ربنا. وكلمته غذاء، غذاء، غذاء تخلي النصراني شديد، شديد. بيحزنني جدا لما لاقي نصارى يقول كلموني كلموني، وبعدين قال معرفتش ارد، معرفتش ارد. انسان عيان، انسان عيان، لكن اللي بياكل كلمة ربنا انسان شديد قوي. بيقول عنه المكتوب، وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. وجد كلامك فأكلته، اللي بياكل ده الانسان ايه؟ الصحيح. والمريض تتسد نفسه، يقول لك ماليش نفس. لما الواحد يكون عيان يجي الدكتور يقول له كل فرخه بحالها، يقول له ده انا مش طايق ابص للاكل. فاللي بياكل وجد كلامك فاكلته، عمال يتغذى بكلمه ربنا، يتغذى بكلمه ربنا. لما يسال عن الرجاء او سبب الرجاء الذي فيه يقدر يتكلم، لانه شديد وقوي، صحيح البنيه الروحيه، صحيح البنيه الروحيه. اعطانا كلامه سراج لينا في الطريق، قوة، شجاعة، شهادة، كرازة، رأس مال نربح بيه، رأس مال نربح بيه، وسيف الروح نحارب بيه. كلمة الله، كلمة الله، كلمة الحياة، سيف نحارب بيه. المهم أعطانا كل شيء، ويقول عنه المكتوب الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. وقال الأب للابن الكبير، الابن الضال هو الصغير، والابن الكبير لما زعل وجه وقف على الباب، فطلع له أبوه رمز للآب السماوي، والابن الكبير ده رمز لليهود، ملناش دخل بالكلام، لكن لما طلع له على الباب قال له إيه؟ قال له يا ابني زعلان ليه؟ كل مالي فهو إيه؟ فهو لك. وادي ربنا بيقول لكل نصراني ماشي في سكة جهاده، كل مالي فهو لك، حتى ذاتي اديتها لك، احل فيك بالايمان، وعدتك بالنصرة، بمواعيد، هيئة امداد وتموين سماوي ابوابها لا تغلق، وانت بلا عذر ايها الانسان. تعالوا نصلي ونقول يا رب ادينا انتصار، امين، ادينا انتصار، امين، ادينا انتصار، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، امين.